ما هي منزلة اليقين؟ جاء عن بعض السلف الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، وهذا صحيح، لأن الصبر فوقه درجة ومرتبة وهي اليقين، لأن الإنسان قد يصبر ولكن قلبه يتحرك بالخواطر والإرادات وترد عليه أنواع الواردات فهو يموج بصاحبه، إلا أن صاحبه يتحمل ويصبر ويثبت نفسه مع مقاساته لألم المصيبة. وأما صاحب اليقين فإنه في مرتبة فوق ذلك كما سيأتي، فهو يعد البلاء نعمة أصلا ويفرح بالبلاء كما يفرح غيره بالعافية، ويركن إلى الله عز وجل ويطمئن إليه بما قسم الله عز وجل له وبما أعطاه، ولا يتسخط ولا يتذمر، ويستشعر حكمة الله عز وجل في هذا العطاء، ويستشعر لطف الله عز وجل في هذا القضاء، فلا يتبرم ولا يتمنى غيره، فتطمئن نفسه ويطمئن قلبه، فكان بهذا اليقين نصف الإيمان، وهو فوق الصبر كما سيتبين بعد قليل. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله. بل قال ابن القيم رحمه الله: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني، وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما تقوى الأعمال. وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. ولهذا قال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. رابعا، اليقين في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يذكر اليقين، يذكره في مواضع متعددة، فتارة يذكره من أوصاف أهل الإيمان فيقول: وبالآخرة هم يوقنون، وتارة يذكره مبينا أنه يفصل الآيات لأهله لأنهم هم الذين ينتفعون بها، فيقول: كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون، لأن أهل الغفلة لا ينتفعون بهذه الآيات التي يفسرها الله عز وجل. وتارة يذكر بعض حكمه في بعض أفعاله، وليصل بعبد من عباده إلى مرتبة اليقين، يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتارة يذم من لا يقين عنده فيقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي يذكر فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه، كان مع نفر من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطأ عليهم، فخافوا أن يقتطع دونهم وفزعوا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بحثوا عنه وجدوه في حائط، وجده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أول من وجده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه نعله وقال له: اذهب بنعلي هاتين
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي بالصلاة يؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. فدل ذلك على أن اليقين سبب لدخول الجنة.